معكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شركتي بالموبايل؟ نعم، اتفضل يا عزيزي. حياك يا ولد، الله يرحبك من عنده إن شاء الله. ما بالله يا ولد يقول لي معي مشكلة بسيطة وقعت معي، قول اتصل له. ايوه مشكلة بسيطة. أي استفسار يا عزيزي؟ المشكلة يا ولد يقول الولد حق الولد الصغير الله يحفظه ويهده. تخاكل عنده للغرفة لقاكم وهو يلعب بالتلفون. بز الشريحة وزر طلبتنا. هو ابتلع الشريحة؟ ايه بالشريحة حقي من الموبايل. إذا وما المطلوب؟ ما هو المطلوب منه؟ المطلوب منك تقول لي ذا العينة، ابني لما يتكلم، أنتوا تقسموا من الوحدات من الرسايل. قلك. لم يمعوا شكله فصل الخط؟ كيف فصل الخط؟ قدي شركتها من موبايل ما بش عندهم تغطية ولا كه؟ يابا لني القطاه حلقت حلقن عليه حلقن حلقن على كنسو من كل غارة وحق لا بقى عرب بيقول لي حلقن حلقت بارك لي بارك لك على مي على صندل جديد يلمعي ليه جداي ايه في يبزوا المتحف يرجموا بكنتاوه في المتحف قد عمروا 1000 سنة بيقول لي جداي اهل ايبا واو جديد اشتري كل يوم بالله اشتراك وانت لازلني قال لك اشترى اليوم ذي الولد ما يشترى حاجة ويبصل يبزلوا الملابس من فوق اللحواح شو يلبس يبزلوا ذي الابصر مجنون لابس يخلصوا يلبس قال لك جدي من ايش بكم اشتراك وبكم برقع ذي يا جنة عليك اشتدى للجنال من لك ترك صندل من الجامع انت سرع تصلى ولا سرع سرك صنادل انا ما كان الشيء اشترك الصندل ولا انا سرت الجامع صلي وبعدين جو صندل جديد بسرته أمان يلمع وبعدين دخل في نفسي بعده بيأشرني بيقول لي وأنا صرت ما زيده لبيت الطلب صندل جديد يعني له صندل جديد تسرقه ولا كه أخي ما حيشتري صندل جديد إلا الذي معه زرط خيرة وبعدين إذا اشترى واحد ثاني ما حيضره حسبي الله عليه أمانة أنك تدل الجناء ايش تقرح راسي وقرح قلبي انت معك عاك امان انا لا جنوك ما مش علي انو قاده مع الاول طنجرة حرام انك طنجرة تقرح القلب ابا ليش تقول لي طنجرة وانا ما غلطت بشي يعني تسوق الصندل حق خلق الله وعندك ما عملك ولا حاجة ما ايوه انا ولا عملت شي لانو انت داري كان ناسير اصلي الجامع وانا حافي بدون صنادل وهم مسكوني وقالوا انت بتجي حاجة علشان تشل الصنادل ومسكوني وضربوني كلهم ايه وانا اقول ضروري اربهم فما وذا الحين بنسرق الصنادل عليهم كلهم خلا جني القطع قرح قلبي قال لك اسرق الصنادل حق خلق الله من باب الجامع سحن الناس يسلوا يقولوا يا رب يخرجوك بس الصندل من تحت راسك يا طبنجة سرح لحنا كل ما طلع لي قلص شاي يلا برد على قلبي جني القطع ايش جاي ايه بس جاي عند امه لا ليه يا امه هو مداله ما دخلني اقوم انا امه حرام لاقيه بقيامتك بتي العسان تسمع خلني الله قبل رحله انا داري ليش بتصيح فوقي هكذا لاني جوع صح لمين من اللي قال انك جوع كلهم بيقولوا انني جوعه حتى الكاميرا الاماميه حقت لهم بتطلعني جوعه ها الكاميرا الاماميه تطلعك جوعه شوف يا ولدي شوف الكاميرا الاماميه هي اختراع صهيوني نسمع اختراع صهيوني الهدف منه تحطيم الثقه بالنفس وغزو العرب والمسلمين حلقت ها قول لي ليش حظي زفت دائما كيف يعني يعني انا حظي بالذات في دوخه كل ما يشتيقوا يرجع يجلس انا ايش تعرف ليش ها ايش تعرف ميه السباب السباب لانه حظه بانه فقر دم حلقة شي حلقة عليك الباني من كل غارة وحاء دل القطك فاي اقول لكم دل الامانة شي قرح قلبي الولد بي هلا حلقة ادعل لنا دل القطو والد عادك جالس انا ما هو رحلك من هنا احسن لك ولا ما عدت بحال عادك كسر هذا العصا في راسك تحداك هيا ولا يهمك يا ابن الذين راسي
عادوا بيتحتى. ما خلاص تمام، ولا يهمك. يلا تمام خلاص، قلنا رد لك خبر. يلا نشوف سر لك واحد ورد لك خبر. الله معك. من هذا بيتصل؟ يا ولدي هذا لي يا عباس. يتصلي عباس بنفر الناس. ما اشتي يعني استنى يبصر لابو واحد حارس. اشتي حارس هو حارس لمن؟ لو معك قدامك واحد حارس حلقت بصير يبصر له وش دفع ولا هجوم ولا حكم؟ ما انا بنعرف احكم. ايوه دفع ولا هجوم ولا حكم؟ دور من يحكمك انت الاول، ما قدرك تحكم نفسه تحكم لك الناس. دور من يحكمك. انا اقول لك حارس عماره يا حمار، يحرس بس عماره. انت طنجره شد للجناء. حلقه وانا ما قراني فهم ده غلط. فهمتني غلط؟ تواصلني فهمني غلط؟ مني عنك فهمتني صح؟ ايش تقول لي؟ مني عنك انت ورز لي يلا برمي برمي لا ينفع الحق. جني واد مين قد معه؟ مين معك تبكي؟ ابن الجيل انضربني في راسي. زي مين معه؟ مين اللي يضحك؟ مين اللي يضحك؟ انا ايش تدري مين اللي يضحك؟ الولد قال لك خفع بالراس وبالعصية، يعني ضرب ابني؟ اسمع قم يلا نسر نربو. خلاص يا ولد يا صاح ولا يهمك الا اني تعذل حينه واكسر ديا بالراسه هو وابو الحمار ابن الحمار اللي ما يعرف رب ابنه قدامي. يلا قم نسرع لك كسر الناس وبتيا ورجعوا لي اطلع معاكم. كسر الناس الحمار ذي ابن الحمار. انا ابن الحمار ذي انا ابن الحمار انا رب ابنه يا ولد ولا يهمك. مين هو ذي يا هاثم؟ حلقان من اي حلقان؟ من قصدك بالحماء؟ مين قال حماء؟ منو اللي قال حماء؟ انا لا اقول لك حمار ولا حاجه. ولدي وحمزه من هو ذي يا ولدي؟ من هم؟ هذا ابو الولد اللي ضربني. ابو الولد اللي ضربه؟ متاكد يا ولدي؟ لا اله الا الله والسوره. متاكد انه ذي ابو الولد اللي ضربه؟ متاكد؟ ايوه متاكد. أمانة عليك يا ولدي ما علقك بالحارتية جهال يضاربك ولا ابن ذي الناقة؟ تقل لا يا ولدي قد جناء. من قصدك بالناقة؟ من اللي قال ناقة؟ من اللي قال ناقة يا ناقة يا ثؤ؟ من اللي قال ناقة؟ لا ما أقول ناقة ولا حاجة. بعدين صلى على النبي يا ولد. أنا شد لك نصيحة كثيرة لو تشوف من باب سبيل فما أنت لا ابسل يا هاثم اسمعني نصيحة بوجه الله. قال لا خبر احنا من اول نمزح معك نمزح معك وذي هذا بني واصل خذيها يمزح واصل مع الكبير والصغير قلبه طيب وسع ابيض من اللبن. فما انا شد لك نصيحه على وجه الله يا ولدي اصر لك واحد من دخلك العصب كلها هذا العصب عصب امانه يا ولدي. ما يهمك الله مره من الرخام وهاثم هنا قد انا احس الماء خلاص احنا نبيش انتهينيه يا هاثم. اسمعني يا هاثم يا ولدي انا اذا وقع بي حاجه قد اخبر انت بين الكبش الازرق والكبش الاصفر تمام. وانت يا ابن الله تضربني في علذ بالراسه علذ براسك لكن ركز على العمليه يا ولد. العمليه وين هذا العمليه؟ العمليه فين يا سمع؟ عملنا عمليه المره الاولى عملنا ايوه صح عمليه اللوسته عمليه اللوسته عملنا هنا من بطني المره الاولى ايوه. الله يهمك الله ركز عليها ركز على العمليه ولا افتح ركز على العمليه كمل اقل ركزك على العمليه العمل خلاص صار ابا حلقت عليك اني اشرب من كل غاره هذان وهذا صلى على النبي يا ولد خلاص انا اقول لك سوق يا سوق على جنب يا ولد الله يهمك الله عاجل عندك على جنب يا ولد يا به حرم ما تخلى لي عصبة ذي الناقه اني القط ولا عاد اسمع الله يبقى. ما عاد اقول على ذي الناقه خلاص ما عاد خلى بيني عصب الله ودقدقه حتى لساني قدر نلتق بعدين اقدر اتكلم جني القطو الله يصيبه من عنده الله يصيبه وبس ما معنا الا نقول على ذي حلقت عليك اني اشرب من كل غاره وحال ما بقى كثير احلق عليه ما كان حلقان اما الحين تعلقان